حياة كريمة لا تتوقف عند نقطة يلا بينا نبني مثلا مساكن كريمة لائقة أو مدارس أو لا، حياة كريمة مبادرة شديدة الاتساع. ليه؟ لأنها بدأت وتعملت علشان تبقى عميقة التأثير جوه البني آدمين، جوه حياة الناس. فبتقدم خدمة مثلا بتاعة مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة، تساعد ولادنا اللي موجودين هناك علشان خاطر يعرفوا يتعلموا بالمظبوط، فيقدروا يذاكروا بالمظبوط، فلما يخشوا الامتحان يبقوا جاهزين بالمظبوط جدا. معانا على التليفون أستاذة هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة. أهلا أهلا اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. ازاي حضرتك؟ اهتمامكم بالتعليم مبهر بصراحه. طبعا يعني حياه كريمه من اول يوم اشتغلت على محور بناء الانسان، والتعليم من اهم المحاور طبعا عشان بناء الانسان، وبالذات في قرى الريف المصري. ما اشتغلناش بس على الجزء الخاص بانشاءات مدارس او تطوير بنيه تحتيه ورفع كفاءه في المدارس، اشتغلنا طبعا على الجزء الخاص يعني بالفكر وتهيئة المكان عشان يكون جاذب للطلبة في المدارس. أطلقنا العديد من المبادرات اللي استهدفت الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. كان بدايتنا في التعليم حياة، دي استهدفت نشر ثقافة التعليم الرقمي في ظل اتجاه الدولة لرقمنة التعليم. وأطلقنا أيضا راجعين نتعلم، ده لدعم الطلاب الأكثر احتياجا ومساندتهم في دفع مصروفاتهم الدراسية. وعندنا إن شاء الله المبادرة الجديدة تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة. طب عظيم جدا. يعني هل أقدر أقول إنه كمان أو إدارة التعليم في مؤسسة حياة كريمة بتساعد الولاد في المذاكرة مش بس في التعليم؟ إحنا طبعا عارفين إن الثانوية العامة بعبع عند الأسر في طبعاً. كل الـ يعني البيوت المصرية حاليا كل حد عنده حد في ثانوية عامة، عابين حاطين ايديهم على قلبهم، يا ترى الامتحان جاي ازاي، الدنيا هتيجي سهلة، الدنيا هتيجي صعبة، طب الولاد يذاكروا منين. احنا قلنا نسهل على ولادنا في قرى الريف المصري. عندنا 109 مكان هيستقبل طلابنا الثانوية العامة في جميع المحافظات. حاليا احنا جاهزين من بكرة بإذن الله هنبدأ بمادة اللغة الإنجليزية. هيكون في بث مباشر من أفضل المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. طبعا احنا في تنسيق كامل بيننا وبين وزارة التربية والتعليم ودعم كامل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عشان نبدأ بكرة في المراجعات لأبنائنا الطلاب. وطبعا زملائنا في الرصد الميداني في المحافظات حشدوا للطلاب بالتعاون طبعا مع مديرية التربية والتعليم لحضور هذه المراجعات. وطبعا احنا على صفحة المؤسسة اعلنا على جوجل فورم للطلاب، لو حد عنده سؤال في اي مادة، عنده صعوبة في اي مادة، عايز دعم او مساعدة فيها، احنا جمعنا الاسئلة اللي جات لنا لغاية دلوقتي وسلمناها للمدرسين اللي هيقوموا على المراجعات عشان يدعموا اولادنا الطلاب فيهم والمخاوف الخاصة بيهم. طبعا بالاضافة لمكون بتاع الدعم نفسيا للطالب، الطالب طبعا قبل الامتحان بيبقى متوتر، خايف، أيوه. مكوت سنة كاملة، مستقبل سنة مصيرية، ده برضه اشتغلنا عليه في المبادرة وهيكون واضح عند الطلبة الأيام الجاية بإذن الله خلال المراجعات. رائع رائع رائع، أشكرك جدا أستاذة هبة، ألف شكر أستاذة هبة الشرقاوي مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة. أنا قصدت إن إحنا نستخدم حتى التعبير ده يا جماعة، حياة كريمة حتى في المسألة التعليمية، مش بس العملية التعليمية تتوقف عند حد خلاص احنا بنشتغل على تطوير كذا وكذا وكذا، لا ده احنا كمان بنذاكر مع الولاد علشان يبقوا باذن الله جاهزين للثانويه.